نعم يجوز يعني. معنا علوية من الجضارف، ألو مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام. دارس على الشيخ. نعم تفضلي. دارس على الشيخ. نعم فضل. معك الشيخ الآن تفضلي. أي قولي. عندي والدتي كانت صايمة هسه في رمضان. أي. وبعدين قام حصل لها شربت عصير يعني تحت السحور. أي. بعد ما جات الصباح صلاة الفجر شعرة بضبط طبعاً حاجة حلوة في حليقة لكن ما في شيء طلع منها. يعني ما في استفراغ ما في شيء نزل. أي. لكن شعرة بحلاوة العصير في حليقة. في حليقة. أي. ثاني عندي بنتي سؤال ثاني برضو كانت بتمسح وبتتكلم الموية طرت لها في حليقة. لكن ما عارفة روحها هي بالعتة ولا ما بالعتة. شاك هل بالعتة أو ما بالعتة. أي. سمع. نعم. أي أي شكرا. نقول لي أختنا دي إنها شربت عصير مع عن سحور وبعدين في الصباح حست بحس بطعم العصير في حليقة. هل يأثر في الصيام لا ما بيأثر خالص ما دام ما في حاجة من برا ما بيأثر في الحليق فعلا الطعم بيكون موجود في الحليق زي ما العلماء قالوا المرأة المسلمة دي سوت كحل بالليل وبالنهار حست طعم الكحل في حليقة ما له تأثير في الصيام سوت الكحل بالنهار وحست بالطعم في حليقة يبطل الصيام يبقى إذن هنا دا أختنا دي شربت العصير قبل طلوع الفجر وبالنهار الصباح حست بطعم العصير في حليقة ما له تأثير خالص نعم عندها بنتها قالت شكت إنها هي أيوة في ما نزلت لها في حليقة شكت هل الموية طارت دي من الغسيل حوض التغسل في العدة طارت هل دخلت في بطونها أو ما دخلت شكت والقاعدة بتقول اليقين لا يزال بالشك اليقين لا يزال بالشك واليقين أنها صائمة شكت هل في موية دخلت في بطونها أو ما دخلت نقول لها خلاص القاعدة بتقول اليقين لا يزال بالشك يبقى صيامك تمام ولا تشك ولا حاجة نعم نعم